راكم خوتي؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم في احسن ما يكون ان شاء الله. المهم قبل ما نبداو الوصفه تاع اليوم كيف العاده كنشكركم على التعاليق ديالكم اللي جاولكم، شكرا لكم بزاف. وبخصوص يعني الوصفه تاع قريت التعاليق ديالكم، يعني تطلبوا مني انني نقدم وصفات بخصوص يعني يوم دال لا الافطار، شي حاجه نحليو بها، شي حاجه ديال العشاء ان شاء الله. غادي نبداو يعني النوعيه ديال الوصفات، ونقول لكم بوك بعدا عواشركم الله يدخلها عليكم باش ما تمنيتو ان شاء الله. خصوصا يعني الناس اللي تطلبوا منا يعني الانستغرام ديالنا، ما عليكم الا انكم تجيو سلمى ايوب وتلقاو الانستغرام ديالنا، وكنتمنى انكم تتابعونا فيه، تنشاركوا فيه بعض الحويجات ما كنشاركوهمش بطبيعه الحال في القناه. وخليكم مع الوصفه. الوصفه تاعت اليوم هي صوص طوماط. واخا الماتيشا شويه غاليه بالحق ضروريه لنا في رمضان، لان نطعمو بها الميني بيتزا اللي كيش بزاف د الحويجات. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الاسرار د المهنه وبالخصوص ديال صوص طوماط ان شاء الله، حويجات اللي تزادوكم اليوم على بالكم. نبداو الوصفه على بركه الله. المهم كنحتاجو واحد شويه الماء، كنخليوه يطبخ. المهم في هذه الوصفه ان شاء الله غادي نشارك الاسرار ديال صوص طوماط، وصفة اللي غتهنيكم ان شاء الله في رمضان. وبخصوص صوص طوماط يعني ممكن تحتفظوا بها في الثلاجه لمده اسبوع، ما تخافوا والو. المهم غادي نخليكم معايا على ما يسخن الماء ان شاء الله. على ما يسخن الماء ديالنا غادي نطرانسيو الطماطيشه ديالنا بهاد الشكل هذا بحال هكا، نمشيو معايا كامله بحال هكا. المهم راهي كتجرحوها ماشي كتقطعوها، هي تجرحوها من الفوق. بدات نزلو الماتيشا ديالنا في الماء، مدة واحد جوج دقائق ولا دقيقة ونص، ونعاودو نهزوها. وبخصوص الماتيشا يعني من الأحسن تختارو ماتيشا تكون طايبة، حيت تلعب دور كبير في صوص طوماط، يعني كتجيب صوص طوماط حلوة. من الأحسن تكون طيبة، وفي هاد الوقيتة بطبيعة الحال مكيناش مطيشة موجودة كما كتشوفوني حتى أنا مستعمل مطيشة مطيباش مزيان، ولكن في حالتي إلا لقيتو مطيشة طيبة وحمرا أحسن. دقيقة تقريبا كما كتشوفو مطيشة ديالنا بدات تتقشر، غادي نحيدوها من هاد الماء. اول حاجه يعني كما شفتوا هاد الجلفه ولات تطيب بوحدها. ثاني حاجه اللي بغيت نقول لكم هو هاد النباته هادي الا ما حيدتوهاش، واخا تحيدوها من بعد فاش تطيب يعني صوص طوماط تعاودو تقشرو تحيدو شي طفلي شي تطلق المرض، كتلق لكم المرض في الماطيشه. ثاني حاجه المهم باش ما ندوخكمش حاجه بحاجه، المهم دابا غادي نمشي نقي الماطيشه ديالتي هي الاولى. نمشي معاها كاملة بحال هكا. كيف ما قلت لكم ضروري اننا نحيدو هاد النباتة هادي حتى طلقنا المرارية. تاني معلومة اللي خصكم ضروري تعرفو هو ان هاد الزرعة اللي كتشوفو حتى هي لداخل حتى هي تطلق من المرا في صوص طوماط، يعني ضروري اننا نصفيوها. وبعد ما نصفيوها راه تنشدو الشبيكه كيف ما هكا وتنجيوها باش يعني الماء يتطلق لتحت، حيت تنستعملو نحيدو هاد الحبيبات هادو تحيدوهم غير بالصفايه. المهم فاش تجاوكم تاتي كتيره تجي ساهله. كما شفتو ماشي ضروري يعني تنقيوها كامله من الزرعه، تنقصوها كما كتشوفوا الزرعه كثيره في مطيشه تتكون، وديك الكثره ديالها تطلق لنا المرور هي في مطيشه. المهم الطريقه اللي كتشوفوا ديال صوص طوماط راه هي صوص طوماط ممكن تقادو، وانا متاكد بلي لا جربتوها
غتنال الاعجاب ديالكم وخليكم مع التتبيله اللي كتجي ان شاء الله. المهم في هذه المرحله كنحتاج واحد خزوه صغيره بالنسبه ليا، الكونتيتي ديال تقريبا شي كيلو ربع ديال المطيشة. كنحتاج خزوه صغيره. علاش كنحتاجو خزوه صغيره؟ كنحتاجوها باش تهبس لنا ديك الحموضيه ديال صوص الطوماط. ماشي بعد الناس بداو تيديروا فيها الفلفل العاره تيديروا تيحسبوا واش النكوه بخيزو يشد شويه تيدي فيها نص كيلو تخيزو. خزوه كنجيبوها غير باش تهبس لنا ديك الحموضيه الطماطيشه الا ما بغيناش نديرو معلقه سنيده بطبيعه الحال. وبعد الناس يعني ما فاصومش هذه الفكره تيديروا سنيده وتزيدوها بخيزو تتولي كوفيتير ماشي صوص طوماط. المهم الا درتو خزوه صغيره ما تجيوش سنيده، اذا ما عندكمش خزوه صغيره ديروا واحد المعلقه صغيره تاع السنيده فيها. كنصبقوا هاد الخزوه هادي تنشدوا واحد البصيله بهذا الحجم هذا على حسب الكونتيتي ديال الماطيشه بطبيعه الحال. نحطوها على هاد الطريقه ثوما طبيعة الحال صوص الطوماط تتبيك ثوما. المهم بالنسبة ليا درت واحد 7 ديال الطوسة ديال الثوما. المهم غادي نقيهم ونرجعو لتتمات الفيديو. المهم الثوما ديالنا منقية، غنجيو دابا مطيشة بخصوص المعلقه ديالتي اينوكس راه هي اللي عندها حاليا ان شاء الله. بعد ما نخرج ان شاء الله شي معلقه العود غادي نبدا نستخدمها، ما بقيتش نستخدم ديال اينوكس. ها هي الثومه وقات سيدنا موسى، غنضيفو واحد ربيطه صغيره ديال القصبه ومدنش. المهم بخصوص المقادير اللي درنا هنايا، درنا خزوه صغيره، درنا بصيله صغيره، درنا مطيشه، 7 ديال الطوسه الثومه وقزبون مدنش وقت سيدنا موسى. دابا غادي نضيفو الغزه والملحه صافي، وغادي نمشيو للمرحله ديال الطياب. المهم الملح والبزار ماش نقول لكم، شحال ملعقه صغيره ولا على حساب المذاق. تعطيكم انا الوصفه اللي تجيب لكم صوص طوماط عاقده وتجي ما مياش وتجي فيها واحد النكهه زينه. هذه هي اهم حاجه. المهم ما كنضيفوش ليها الماء نهائيا، هذه هي المويه اللي كنضيفو اللي عصر هذاك الماطيشه اللي عصرنا، هادشي اللي عطاتنا ما فيهاش الماء نهائيا. وغادي نضيفو واحد شويه تاع زيت العود. المهم غنشيلو الغطا على المعل، غادي نقصوها بحال بغينا نطيبو شي طواجن. صافي غادي نغطيوها ونخليوها لمدة واحد الساعة المكانة باش نجيو نكملو ليها داكشي اللي خصها. المهم بصراحة مقبل انا قاعد تنقول لها لا خاصها شي حاجة. المهم خاصني الزعتر نسيتو بصراحة، تقريبا هدا شي ساعة الله وبيا تطيب. المهم غادي نضيف لها دابا شوية الزعتر، حيت الزعتر تيجيب فيها واحد النسمة زوينة بزاف. مبقى لا والو طيب، ومن هنا تنسقاد صوص طوماط. تنقاد صوص طوماط تشيهت لي باط بصوص طوماط، واحد الباط ارابية هدا ان شاء الله غادي نقادوها. وانا نهض لي باط هنا كيتابو باش ان شاء الله نشاركو معكم الوصفه كامله. سقاتينا صوص طوماط قالتينا اللهم نذوقوها. المهم دابا دابا ساعة المكانة كيما شتو هاكا طبيف، ما زدت لها لا ما لا والو. دابا غادي نضيفو طوماط كونسونطخي جوج معلقات كيما كتشوفو باش يجمعو لنا ديك الصويصه وتجي عاقده وثقيله.
وغادي نخليوها واحد ثلث ساعه اخرى مع طوماط كونسونطري. المهم غادي نحبك قبل المعلقه الى تضربكم فراسكم هذه المعلقه ديال لينوكس. المهم غادي نضوها بواحد الشويه وغادي نخليها لمده ثلث ساعه ما بين ربع ساعه وثلث ساعه ان شاء الله وغادي نطفيها باش تشوفوا النتيجه النهائيه. المهم لي بات ديالنا نحيدوهم بعدا نطلقو. المهم صوص الطوماط ديالنا واجده هي هادي واحد الريحه طالعه منها زوينه. كنضيف لها صوص بيستو هي قتليكم بهاد صوص بيستو ولكن كنتمنى انكم تجربوها باش تردو عليا الخبر. شحال هذا انا شحال هذا ما شميت هذا الحيط بصراحه انا شحال هذا ما قديت صوص طوماط شحال هذا ما قديتاش بهاد الطريقه يعني من يامات الخدمه بصراحه كنت مقدعه ديما. سر النجاح ديال البيتزا سر النجاح ديال لي بات صوص طوماط كنتمنى انكم تجربوها بهاد الطريقه. دابا غادي ندوزها من مونينيت الطريقه هي مونينيت اللي ندوز منها. وبخصوص هاد لاصوص هادي خليتها لكم في الفيديو اللي قبل صوص بيستو كنتمنى انكم تجربوها وبتنا الاعجاب ديالكم ويسر جميع الوصفات الايطاليه لا بصوص طوماط ولا لا بصوص بلونش. المهم خليكم مع تتمه الفيديو بخصوص الوصفه سهلات ولكن بالنسبه للناس اللي بغاو يقعدوا مقصرين هنا مرحبا بهم. المهم واخا باقا سخونه التناول بعدا خصني نطحنها دابا ونجي الفرصه باش نجاوب هاد مونينيك واش صحيحه ولا ما صحيحاش واش بقى عايشه ولا تموت. المهم غنخوي الخليط ديالي بطريقه هادي. المهم ما طحنتهاش مع وقت سيدنا موسى حيت وقت سيدنا موسى صافي سالات سالات شنو هي المهمه ديالها الله يعطيك الصحه. المهم دابا غادي نسدو الخليط ديالنا. لا والله الا عندي واحد المسألة بهاد صوص طوماط من يامات الخدمة قسما بالله ما كنحمش القادة انا اللي كان قادة فطلي حالتي كاملة بصوص طوماط. والله الا بنينه نقسم لكم يمينا كنتمنى انكم تجربوها. شتي الحاجه بعدا لما جاتش زينه اقسم بالله ما كنبارطاجيها معكم شي حاجه لا عرفتها ما مشكوك في امور قدر تجيكم زينه قدر ما تجيش زينه ما نبارطاجيهاش معكم لاني ما باغيش نخسركم. بخصوص صوص طوماط كنتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه اللي درت ليها وغادي تشكروني عليها. شكرا لكم بزاف وخليكم مع الوصفه ديالنا. المهم تعشانا. المهم اللي بغيت ناكد عليكم كيف ما قال ايوب حتى انا كنت كنلقى مشكل زعما انه صوص طوماط خصوصا في رمضان كنبغيو نوجدو. بلاتي نقلب لكم ما نعرف زينا الوصفات يلا اول مره تشوفوني مع ايوب في وصفه. المهم اللي كنت بغيت نقول لكم هو حتى انا كنلقى مشكل يعني فاش كنبغي نوض نصاوب الفطور في رمضان كيخصني عاد نصاوب صوص طوماط عاد نصاوب اي حاجه تقريبا كنبغيو نديرو معمره كتحتاج صوص طوماط لي كيش بيتزا بزاف الحويجات لين كاينين بزاف الحويجات كنحتاجو فيهم صوص طوماط. وكما قال ايوب هاد صوص طوماط يعني كتجلس لكم سيمانه الا فكرتو مره في السيمانه غادي تصاوبوها غادي تجلس لكم سيمانه وكل ما نضو غادي ما غاديش تبقاو كتضطروا انكم تقادو صوص طوماط كل خطره وفريمون غتهنيكم في هذا رمضان حيت فريمون لوغو ديالها زوين بزاف 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 وهي اللي كيستعملوا في المطاعم ياك ايوب. ودابا انا ضرني الجوع وشميت ريحتها تنتسنى ايوب غير امتى يحط ليا ناكل صافي تيجي واحد المذاق زوين. ابا سالي ماما بدات حالتي كيف موالف والله العظيم من النهار تنبي نقاد صوص طوماط في الخدمه وحق الله اذا كنطلع حوايج لا تصحى. المهم ريحتها راه زوينه كباينه المهم انا غادي ندوق بلاتي نقبل لهم الكاميرا. وديك الساعه فاش تبغيو تخدموا بها ممكن انكم مثلا تضيفوا لها واحد شويه طوماط كونسونطري على حسب. المهم هي هكا قسما بالله ولا مذاقها واعر صوص طوماط
اللي تجيكم في البيتزا خطيره وتجيكم في الباط زوينه هي هادشي. شكرا لكم. فينا الجوع بصراحه. نوريكم انا الطريقه كيفاش كندير باش الطريقه باش كنستعملها. كنعاود نضيف الصويصه المهلومه. كنتمنى انكم تجربوا هادي باش نقول لكم الى تشكروني عليها. هاد صوص بيستو بصراحه هاد الفرن هذا باقي ما فهمتليش انا سميت السيستيم ديالو مخبي الدفطر ديالو ولكن باقي ما فهمتش السيستيم تاع القرا داك الدفطر تا كلشي عاد تيطفى راسو. نقص البوطه مهم ضروري الا بغيت نخدم ديال الباط ضروري ما كان بزاف الثومه وبالخصوص الابيتا. حنا غادي نجيو ان شاء الله بالطون ولكن راه هي نفسها الابيتا هي تضيف لها الطون. ومن الاحسن ديما لي باط من الاحسن من الاحسن ما تميلونجيوهمش بالطون طون دي فور من الاخر. بالنسبه ليا انا بصراحه كاين بعض الناس تيبغيو يكون ميلونجي الحق انا كنفضل زعما انني نخدم لي باط هكا والطون ديالو من الفوق. شوف شويه ديال الصبار واحد شويه تاع واحد المعلقه صغيره ديال الطماط خويا صافي بصراحه انا عزيز عليا الخدمه بالحار بحال الشكل ديال الباط تونيزيان كتخدم بالحار ولكن سلمى ما كتاكلش الحار. داوي حتى تطلع منها شهيه. دابا نجيو لي بارتيونجا اليوم ان شاء الله هاد لاصوص مزيان. تنبين لكم على حنتيجيه. المهم دابا غادي نخليوها ان شاء الله تريدوها باش نجيو نقدموها ونبعدو ناكلوها. المهم بخصوص لي بات بصفة عامة ضروري ما ديما فاش تضيفو لهم لاصوص تخليهم يتريدوها مزيان. يعني هاديك لاصوص تشربها يشربوها لي بات مزيان ميبقاوش جارين باش تعقد ليكم لاصوص. سمحوا لنا على التقجات ان شاء الله هاد اليامات نخرج نشري شي معلقه ديال العنب ان شاء الله. دابا غنضيفو كيف ما قلت لكم دابا غنضيفو ان شاء الله الطون فرماج روج
المهم ومسانده بصمي ديالي. شف كيف الحال؟ عرفتوا فريمون جات بنينه، كنتمنى تجربوها. ولا صوص طوماط راه غتعجبكم بزاف حيت المذاق ديالها رائع، كتجي في كاع لي بلا. و واش راكم بروكا هادو اش نسميوهم؟ ايوب وصفات رمضان، سلسله رمضانيه ان شاء الله. الله يسر الامور وبسلامه. بتقول شي حاجه ايوب؟ كيف العاده ربي يشكركم. ولكن انت اول مره تشوفوا القناه ديالنا، ما تنساوش تابوناو معنا، لايك الفيديو الى عجبكم، وكومونتير زوين باش تشجعونا صراحه. في سلامه، باي باي.